هكلمك دلوقتي في استراتيجية السعادة. دلوقتي عايزك تعمل حاجة بسيطة، ركز على تنفسك وخد نفس عميق وطلع الزفير أطول من الشهيق. لما تطلع الزفير أطول من الشهيق بتوصل لمرحلة من ذبذبات المخ اسمها الألفا، هكلمكم عليها بالتفصيل بعد كده في قوة القرار. فخد نفس عميق وطلع زفير شوية 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 شوية. ودلوقتي غمض عينيك وريح نفسك تماما وركز فقط على تنفسك. ارجع بذاكرتك للماضي، والمخ عنده القدرة يرجعك للماضي أو للمستقبل لو عايز. ارجع بذاكرتك للماضي ودلوقتي فكر في تجربة كنت فيها سعيد جدا في حياتك، سواء كان في حياتك الشخصية أو في العمل أو في حياتك أي حاجة. ارجع للماضي وخد لك تجربة من التجارب كنت فيها سعيد، حتى وانت بتصلي كان فيها خشوع، أي حاجة حسيت بيها في سعادة. وانت هناك اتنفس بنفس الطريقة وانت سعيد، فكر نفس الأفكار، لاحظ بتقول لنفسك ايه، لاحظ تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، لاحظ اعتقادك اللي بيدعم سعادتك، وعيش اللحظة دي شوية. ودلوقتي ارجع لي هنا شوية شوية وافتح عينيك وخد نفس عميق وبس بص حواليك عشان نعمل حاجة اسمها اكسر الحالة. اكسر الحالة يعني بنكسر الحالة اللي كنت فيها. ودلوقتي ارجع تاني فكر في نفس التجربة، مو انت هنا وانت هنا، من غير ما تغمض عينيك، بس فكر في نفس التجربة. هتبدأ تشعر بالسعادة. ايه اللي انا عملته؟ حاجة بسيطة جدا، انك بتدرك انت نفسك تبقى سعيد ازاي. لان سعادة الانسان بيضيع في تحديات الحياة وينسى ان ربنا خلقه عشان يسعده. ربنا خلقك عشان نفسه، ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدوه. ربنا عاوزك تعبده، وهو وعدك، ربنا وعدك ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. وبشر المؤمنين، ربنا بيبشرك بيحبك. يا ابن ادم انت بتغلط للصبح وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لك. وانت عارفه يا ابن ادم لو وصلت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني لغفرت لك ولا ابالي. شوف الروعه دي تخليك تتفائل، ربنا سبحانه وتعالى وعدك. تعرف الوقت احنا موجودين في المطعم من شويه وبصيت لقيت في عصافير حوالينا، تيجي العصفوره تيجي حاجه تاكلها موجوده حواليك، عصافير في ضمان وامان تام، متفائلين ان هياكلوا هياكلوا، مش خايف من حاجه. فببص للعصفوره عايشه ازاي دي؟ عايشه فين؟ الله سبحانه وتعالى، ما فيش دبه في الارض الا وعلى الله رزقها. عشان كده ما تخافش، اتكل على الله سبحانه وتعالى، هتلاقي نفسك بتبتسم كل يوم واكثر واكثر. دلوقتي انا غيرت الموضوع مخصوص. ارجع تاني لاستراتيجيه السعاده، وارجع تاني يا ترى انت كنت سعيد ازاي؟ الكلام ده مش كلام تمثيليات ولا كلام كتب. اعمل اللي انا بقول لك عليه ده، اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، هتحس بالسعاده، السعاده جواك. عشان كده بقول للانسان كل انسان عنده في حياته كل التجارب والخبرات اللي محتاجها. عاوز خشوع هتلاقيه في الماضي، عاوز سعاده هتلاقيها في الماضي، عاوز قوه ذاتيه هتلاقيها في الماضي، عاوز ثقه في النفس هتلاقيها في الماضي. كل اللي تعمله ارجع بذاكرتك للماضي وعيش تجربه معينه وحس بيها وجيبها في الوقت الحاضر. الانسان لا يستطيع ان يشعر لا في الماضي ولا في المستقبل، فاي حاجه بتفكر فيها بتشعر بيها في الوقت الحاضر. أصبحت أنت بتاخد التجارب الإيجابية اللي في حياتك وبتشعر فيها في الوقت الحاضر. اعمل الاستراتيجية دي من وقت للتاني وتمتع بسعادتك. حتى لو شفت طفل صغير وابتسمت له وضحك لك وخلاك تضحك وحسيت بروعة داخلية، دي استراتيجية بسيطة جدا. اتعلم ازاي تبتسم، ازاي تحس بالتفاؤل. بص حواليك شوف كل حاجة ربنا خلقها لك، ربنا صممها لك أنت بالتحديد. أنت عارف طفل صغير كده ممكن ياخد فيل يحركه، لأن الإنسان أقوى بكتير جدا من كل المخلوقات. أنت عارف من أقوى المخلوقات في العالم مش الأسد، التمساح، لأن التمساح ممكن يجري وراك في البر وفي المية، الأسد لأ، لو نطيت في المية ما يقدرش. لكن التمساح لو خبط عليك في أكثر من 150 ألف بي تي يو، يعني قوة القبضة بتاعته ما حدش هيقدر يخرجها لك إطلاقا، بيقسمك اتنين. وغير كده غير خبطة الديل، فيعني التمساح خطير جدا. مين يقدر على التمساح؟ الإنسان. ده مش بس كده، شوف الراجل بتاع أستراليا اللي بينط عليه ويحضنه وبعدين يعمل ويلعب بيه وبعدين يفكه تاني. الانسان قوي جدا، قوات لا محدوده، قدرات غير طبيعيه. فانت لما تاخد القدرات دي وتحطها في الفعل، تخيل اللي ممكن
ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه. عشان كده خد بالك لما الله عز وجل قال لك وقل اعملوا، كلمة اعملوا ده امر مباشر. طب ليه يا رب؟ لان العمل عبادة، لان العمل انجاز. فسيارة ربنا بيشجعنا، سيارة الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ربنا بيتفرج علينا. فربنا بيقول لك انا خلقتك يا ابن ادم بقدرات لا محدودة، وسخرت لك السماء والارض وما بينهما، وديتك معجزات معجزات في معجزات، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلا اللي احنا نعرفه لغاية النهاردة ما عندكش فكرة عن قدراتنا. انا كل اللي انا عمال اقراه قوة العقل الباطن، قوة الانسان، قوة المخ، ولغاية دلوقتي تلاقي نفسك بتعيش في متاهة، لان في كمية من المعلومات لن تتخيل روعتها. شوف الطحال بيعمل ايه، وشوف الكبد بيعمل، مش معقول. فلما تخش جوه، لما تشوف الجهاز العصبي لن تتخيل روعته، جهاز المناعة، الاتنين شغالين 24 ساعة بيدافعوا عنك طول النهار. كل ما تعرف كده متعرف كده لازم تسجد، لازم تحب الله عز وجل اكتر واكتر واكتر. فلازم تكون متفائل، مش ممكن اطلاقا بعد كل قلناه ده تكون متشائم في حاجه. ايه اللي ممكن يخوفك؟ ايه اللي ممكن يوقفك؟ اذا كان اي حد في الدنيا ممكن يحقق حاجه، انا وانت ممكن نحققها. احنا موجودين النهارده وبنصور النهارده وبالليل، وفي كده حاجات رايحه جايه بتتعامل معانا. طبعا الحشرات الجميله دي كلها، وانا انزل حاجه بالنسبه لحكايه الحشرات دي، انا عندي ودي قصه تحفه. انا عندي في بيتي في مونتريال عندي حوض سباحه، فعارف لما يكون الجو كويس بتقع فيه حشرات. فطبعا حشره ملهاش ذنب وقعت في حوض السباحه بتاعي، ما تعرفش. فانا اروح بطلعهم وامشيهم. ففي يوم من الايام لقيت نمله واقعه وبتغرق، رحت مطلعها ورحت مخلجها بره. راحت واقفه على رجليها الورانيين وقعدت تنظف نفسها ورفعت ايديها لفوق. انا قلت والله بتدعي لي، قلت النمله دي بتدعي لي، الله يخليك يا ابراهيم يا فقي، ما يوقعكش ابدا في حوض سباحه ولا يخلي واحد تخين يقف عليك. عارف لما تيجي تفكر بالطريقه دي فيها ايه يعني لما تنقذ النمله؟ احنا لما كنا في المالديف المره اللي فاتت بصيت لقيت في حاجه حصلت، لقيت امال بتخاف من الصراصير الزهاوي، طبعا في الخليج بيسموه الزهاوي، عارفين الزهاوي؟ بتخاف من الزهاوي. فاللي حصل سابت لي الاوضه وخرجت، سابته لمين؟ سابته للصرصار والمفتاح جوه. طب نخش ازاي؟ يعني المهم دخلنا بالمفتاح الرئيسي، بصيت لقيت الصرصار واقف في ركن خايف مرعوب، مش عارف ان دخل بيت قتالين قتله، يا دوب يخش الصرصار بيت كلهم وراه، اللي وراه بشاكوش واللي وراه بجزمه، كل واحد من العيال وراه، ما صدقوا لقوا صرصار، الصرصار مش عارف دخل بيت قتالين قتله، مش عارف. طب انا ايه اللي دخلني؟ انا دخلت غلط يا جماعه، ما تخرجونا. رحت حطيت عليه فوطه، رحت مخرجه، رحت حاطه بره في الجنينه، راح خارج، وهو خارج بص ورا كده قال لي متشكرين يا ابو خليل. عارف ازاي؟ لما تيجي تفكر فيها حاجه بسيطه جدا، انت خليت مخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى. علشان كده خليك متفائل، لان الله سبحانه وتعالى بيحبك اكتر مما تتخيل. فافتكر معايا، انت لا شكلك ولا وزنك ولا لونك ولا طولك ولا حجمك، انت احسن مخلوق خلق الله عز وجل. عمرك ما تنسى دي، اذا كان في حاجه لازم تدركها هي دي، انك احسن مخلوق خلق الله عز وجل، وسخر لك السماء والارض وما بينهما، كل شيء موجود علشانك انت. فلازم تتفائل، عشان كده عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. والشتاء بيتحول لصيف، والضلمه دي بتتحول لنور، والقلق في راحه، ولولا التحديات ما كانش في قوه ذاتيه. والتفاؤل هو بداية الخير، والإدراك هو بداية القوة الذاتية. فعيش كل لحظة بحبك لله عز وجل، عيش بتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عيش بالتفاؤل، عيش بالأمل، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.